جديد، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الوطني رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف نخبه رجال الاعمال المتميزه، اخترنا لكم اليوم الاستاذ احمد سويطي المدير التنفيذي لبورتفوليو. استاذ احمد نرحب فيك معنا اليوم بالبرنامج، نورتنا ونورت شاشتنا المتواضعه. حياك الله. الله يسعدك. حابين نتعرف عليك ونعرف الساده المشاهدين عن الاستاذ احمد. الله يسلمك، شكرا لكم اول شيء على هاي المقابله. يعني برضو حلو انه يصير في تواصل ما بين قطاع الاعمال وما بين الناس من خلالكم. انا اسمي احمد سويطي، حاليا مدير شركه بيست فوليو للمحاسبه والاستشارات في دوله الامارات العربيه المتحده. طبعا يعني مجالنا من الاسم، احنا بنتخصص بمجال الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارية بشكل عام في هذا المجال لجميع عملائنا اللي موجودين في الإمارات العربية المتحدة، أيضا في بعض الدول المجاورة زي المملكة العربية السعودية ودولة قطر. فتشرفنا فيكم وأهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك. خبرنا أكثر عن سبب اختياركم إمارة دبي ومدينة ودولة الإمارات بشكل عام. طيب بداية طبعا يعني أنا تنقلت في المنطقة شوي هيك خلال العشر سنوات الماضية. بديت من الأردن، كنت أشتغل مع شركة إنس أند يانج. طبعا شركة إنس أند يانج هي من الشركات الأربع الكبار في هذا المجال في العالم، فبدأت معهم 2009 بداية 2010 بمجال الاستشارات الضريبية، وانتقلت معهم في عدة دول زي دولة العراق زي دولة قطر. ف تقريبا في سنة 2017 او حتى من 2016 صار الحديث انه في قانون ضريبة قيمة مضافة راح يصير موجود في دول الخليج بشكل عام، وبداية في دولة الامارات العربية المتحدة. فحسيت انها راح تكون فرصة مناسبة انه يعني الواحد يكون من الاوائل بهذا المجال، خصوصا انه اكتسبت خبرة بهذا المجال مسبقا. فحبيت اني ابدا هذا الكلام بدوله الامارات، وفعلا هذا اللي صار. اجيت على دبي تحديدا. طبعا سالتني ليش دبي. دبي من اكثر المدن العربيه اللي فيها سهوله بكل شيء، يعني سواء بدك تشتغل، سواء حتى بدك تيجي سياحه، سواء بدك تعيش فيها، يعني الحياه فيها سهله، شغل الحمد لله كويس. ف موضوع تأسيس الشغل بهذا المجال كان من أسهل ما يمكن وتيسر، وبدأنا من نهاية 2017 تقريبا لغاية هذا اليوم. ما شاء الله عنكم. خبرنا أكثر أستاذ أحمد عن الخدمات اللي بتقدمها شركة بيست فوليو. طيب فكرة بيست فوليو إنها تكون خدمات شاملة لقطاع الأعمال، بتبدأ من استشارات أي شركة أو أي مؤسسة سواء صغيرة أو كبيرة أو متوسطة بهمها مستشار. هذا المستشار بعدة مجالات بيكون، فإحنا تخصصنا بالجانب المالي. طبعا لما نحكي جوانب مالية بنحكي عن الإدارة المالية، بنحكي عن محاسبة الشركات، محاسبة الضرائب. فحبينا أنه نقدم كل هاي الخدمات، حتى أنه يعني زي ما بيحكوها ننور طريق الشركات اللي بها تبدأ، يعني خصوصا أنه دولة الإمارات كانت دولة من الدول اللي ما فيها أي نوع من أنواع الضرائب. احنا بنحكي عن الشركات وعن الأشخاص بالضبط، فما عندهم فكرة. فبدأ الموضوع بعمليات توعية، بدأنا بدورات تدريبية للشركات للأشخاص. وطبعا هذا يعني كشغل وكمساهمة اجتماعية أو مجتمعية خلينا نحكي، حتى إنه الناس تتعرف على هذا القانون. ليش؟ لأنه لما ينزل قانون أنت بدك تتعرف عليه، تفهمه، تطبقه، تلاقي حدا يساعدك فيه حتى تطبقه، عشان ما تدخل بمخالفات وما تصير في عندك مشاكل وأمور يعني أنت بغنى عنها بالمستقبل. فهذا الدور اللي أخذناه. طبعاً ما شاء الله عندكم خبرة في هذا المجال. مثل ما بتعرف سوق دولة الإمارات العربية المتحدة سوق مليء بالمنافسين. صحيح. لازم تكون مميز حتى تكسب العملاء وتكسب رضاء العميل. صحيح. صحيح. خبرنا أكثر عن المميز عندكم في شركة بيست فوليو. طيب خليني أحكي لك أكثر ما يميز. طبعا
في امور يمكن هي قاسم مشترك لمجموعه يعني من المجموعات اللي الشركات اللي القويه في مجالها، اللي احنا بدنا نحكي يعني احنا شغلنا ما بنبيع بضاعه، احنا بنبيع علم وبنبيع فهمنا وخبراتنا على مدى السنوات. فكل ما كان في ثقه بينك وبين الشركات او العملاء اللي انت بتقدم لهم هاي الخدمات، كل ما كان في حرص منك كانك انت لما تعطي هاي الاستشاره كانك انت عامل تعطي استشاره لشركتك او لمالك الخاص. فكل ما انت كنت حريص، كل ما حس اللي امامك انه انت بتحاول تساعده باقصى ما يمكن ضمن نطاق القانون حتى يكون هو مرتاح. وبتعرف انتم قطاع الشركات هدفها بالاول وبالاخر خصوصا القطاع الخاص هدفها ربحي، فانا كل ما يكون عندي ربح افضل، كل ما يكون في عندي اداره لضرائبي بشكل افضل ومحاسبتي بشكل افضل، كل ما انا بتجنب اي خسائر في المستقبل. هاي نقطه. نقطه ثانيه، النظام اللي احنا بنمشي فيه تعلمنا يعني انا والزملاء اللي موجودين معانا بالشركه انه من خبراتنا اللي اكتسبناها بشركات عالميه، بتعرفوا هاي انظمه ماشي فيها هاي الشركات من سنوات طويله جدا، فهاي تعلمناها صارت موجودة عندنا بالدم. يعني انت لما تحكي انك اشتغلت بهاي الشركة لمدة 10 سنوات، نظام عالمي، انت كنت تتعامل مع مكاتب موجودة بكل مكان بالعالم، فهذا النظام بيعطيك ترتيب لشغلك، بيعطيك قوة افضل امام عملائك، حتى انت لما تكون ماسك هاي الحسابات انت ملتزم وفي عليك مسؤولية تجاه الجهات الحكومية، فادارتها بتكون افضل كمان. فيعني كفاءة، فاعلية، هاي الأمور هي اللي إن شاء الله بتميزنا. حابين نعرف أكثر عن الهدف والرؤية المستقبلية لشركة بيست فوليو. والله الهدف إنه إحنا إن شاء الله يعني زي ما بيحكوها حدودنا هي السماء، فهدفنا شركة تكبر. حاليا إحنا بنقدم خدماتنا لكل إمارة من الإمارات السبعة الموجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بنقدم خدماتنا بالمملكة العربية السعودية، بنقدم خدماتنا في دولة قطر، حاليا يعني خدماتنا شوي محدودة في دولة البحرين أو مملكة البحرين. فبنفكر أنه تكبر قدر الإمكان بحيث أنه نساعد كل عملائنا في جميع دول العالم، وإن شاء الله هذا الكلام بيكون قريب إن شاء الله. طبعا نتمنى لكم دائم النجاح والتوفيق والتميز، أيضا من قناة ABC العربية. طبعا لازم نذكر في دولة الإمارات وفي دبي بالتحديد نعمة الأمن والأمان، طبعا كيف أنها بتساعد على استقرار السوق سواء من ناحيتنا أو من ناحية السوق العالمي بشكل طبعا عام. طبعا طبعا صحيح. خبرنا أكثر عن الأمن والأمان وكيف ماذا يعني لك؟ طبعا الأمن والأمان يعني لي ويعني لمعظم الناس أو أكثر أو كل الناس، إنه من العوامل الرئيسية في حياتك. أنا عائلتي موجودة عايشين بدبي، هذا أهم خلينا نحكي أهم جزء. كيف إنك أنت بتكون مرتاح، بتطلع الصبح بتطلع المساء، حتى مكتبنا مرات بابنا يعني بيكون مفتوح، بنتركه مفتوح لأنه عارفين إنه ما حدا رح يجي يفتح الباب حتى لو كان في أشياء ثمينة بالمكتب. نفس الكلام بالبيت، وهذا الاشي اللي بشجع انه الواحد يجي كمغترب يجي يعيش بالامارات او بدبي بالتحديد، مقارنة بدول اخرى بالعالم دائما فيها نسب جرائم مرتفعة، الواحد بيحسب حسابها لو بده يروح عليها. فطبعا هذا شيء مهم جدا، وان شاء الله ربنا يديم علينا الامن والامان دائما. طبعا نحب نرضى ونوجه رسالة شكر لشيوخ دولة الامارات العربية من منبر رواد الاعمال من شركة طبعا 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 اكيد يعني طبعا احنا بنعرف وتلقينا دعم بشكل خلينا نحكي غير مباشر من شيوخ الامارات، كيف انه تشجيع الاستثمار، تشجيع المشاريع الصغيره اللي بتبدا صغيره، كل هذا الكلام طبعا بيتوجب الشكر وبيتوجب كيف انه احنا نكون في عنا امتنان ويكون في عنا دافع انه نحط خلينا نحكي قيمه مضافه في دولة الإمارات من خلال خبراتنا، من خلال شغلنا، من خلال الإشي اللي إحنا بنشتغل فيه. فكل الشكر والتقدير أكيد طبعا. طبعا أستاذ أحمد نورتنا ونورت شاشتنا، نور فيكم، الله يسعدك. نشكرك على حسن الاستضافة والاستقبال
نتشرف طبعا نتشرف فيك. حابين نعرف كيف ممكن نتواصل ونوصل على شركه فوليو. التواصل طبعا بشكل مباشر على هواتف الارضيه للشركه، على ارقامنا الخاصه سواء انا او شريكي او موظفين الموجودين معنا بالشركه. وعنواننا سهل ما بتوه، احنا بشارع الشيخ زايد بجانب معرض شركة أودي للسيارات على نفس شارع الشيخ زايد. فحتى اخترنا المكان هذا حتى يكون متوسط في داخل إمارة دبي وما بين الإمارات الأخرى، وطبعا نتشرف فيكم دائما وبكل وقت. طبعا جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني سوف تظهر أسفل الشاشة. شكرا لك مرة، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز الأستاذ أحمد. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.